فلاش سبور. صباح النور، مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. البداية بكرة السلة. النادي الافريقي سيواجه الاتحاد المنستيري في الدورة النهائية للبطولة الوطنية لكرة السلة. النادي الافريقي بعد الانتصار في اللقاء الثالث في سلسلة مباريات دورة نصف النهائي البارع على شبيب القيروانية في القيروان 63-57، والاتحاد المنستيري هو الاخر بعد الانتصار الثالث في سلسلة مباريات دورة نصف النهائي التي جمعته بالنجم الراسي انتصار في رادس 58-50. الاتحاد المونستيري من أجل اللقب التاسع والسادس على التوالي، والنادي الإفريقي اللي كان منافس الاتحاد المونستيري الموسم الفارط على مستوى نهائي بطولة كرة السلة سيسعى للقب غاب عن خزينة النادي الإفريقي على مستوى كرة السلة منذ سنة 2016. في مجموعة تفادي النزول بالنسبة للقاء الجولة الرابعة لبطولة كرة السلة، نتائج كانت على النحو التالي: البارح انتصار نجم الساحلي خارج القواعد على شبيبة المنازة 86-81، الزهرة الرياضية فازت على نجم حلق الواد 91-81، والدالية الرياضية بغرومبيليا انتصرت على اتحاد الأنصار 68-58. هذا ما يعطينا الترتيب التالي: الدالية الرياضية بغرومبيليا مع شبيبة المنازة لكل فريق 15 نقطة على مستوى الصدارة، ثم المركز الثالث للنجم الساحلي 14 نقطة مع نجم حلق الواد، واتحاد الأنصار في المركز الخامس برصيد 12 نقطة، ثم الزهرة الرياضية في المركز السادس برصيد 10 نقاط. القدم في تونس، المواعيد تنطلق من اليوم مع بطولة الرابطة المحترفة الثانية، وتتواصل غدا الجمعة ويوم السبت مع لقاءات بطولة الرابطة المحترفة الأولى بمجموعتيها، مجموعة تفادي النزول وكذلك مجموعة التتويج. في مجموعة التتويج، تعيينات الحكام بالنسبة لهذه الجولة قبل الأخيرة التي سيستضيف من خلالها نهار الجمعة يوم الغد 4:30 الملعب التونسي النادي الإفريقي بإدارة حكم الساحة نضال الطيف، وعلى مستوى تقنية الفار الاستعانة بالتحكيم الفرنسي هذه المرة على مستوى تقنية الفار. الحكم بينوا ميلو سيكون في مباراتين في الحقيقة، في مباراة نهار الجمعة ما بين الملعب التونسي النادي الإفريقي، وفي مباراة الترجي الرياضي التونسي والاتحاد المنستيري نهار السبت في رادس انطلاقا من الساعة 7 مساء. أخبار النادي الإفريقي، آخر أخبار النادي الإفريقي قبل مباراة يوم الغد، هيئة النادي الإفريقي اتصلت بوكيل أعمال اللعب بكرو المتغيب عن تدريبات النادي الإفريقي تقريبا منذ 3 أيام أو أكثر، لكن هاتفه مغلق ولا تواصل مع هذا اللعب، وغيابه أيضا غير مبرر مع النادي الإفريقي. كذلك لاعب الجزائري طيب المزياني يتغيب عن تدريبات النادي الإفريقي. بقية برنامج لقاءات هذه الجولة الرابعة إياب لمجموعة التتويج نهار سبت 4:30 نجم الساحلي يستضيف النادي صفاقسي بإدارة حكم ساحة خالد قويدر، وعلى مستوى تقنية الفار الحكم الفرنسي باستيان ديشيبي. بالنسبة لمباراة الترجي الرياضي التونسي والاتحاد المنستيري اللي بشدور أيضا يوم السبت 15 جوان انطلاقا من الساعة 7 مساء، محرز المالكي على مستوى حكم ساحة، وبنوا كما قلنا ميلو سيكون على مستوى تقنية الفار. بالنسبة لمجموعة تفادي النزول في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لقاءات الجولة الأخيرة، المباراة الحاسمة التي ستجمع مستقبل سليمان بنجم المتلوي، نذكر المباراة بشدور يوم الغد الجمعة 14 جوان انطلاق من الساعة 4:30 من مستقبل سليمان نجم المتلوي، الحكم سيف الورتاني سيدير هذه المباراة. النادي البنزرتي اتحاد تطاوين بإدارة الحكم بسام بالعيد، القوافل الرياضي بقفص الأولمبي الباجي بإدارة الحكم منتصر بالعربي، وهيثم الطرابلسي سيدير مباراة اتحاد من قردان مستقبل المرسى. بطولة الرابطة المحترفة الثانية لقاءات الجولة الأخيرة أيضا اليوم الخميس، بالنسبة للمجموعة الأولى تدور زوز مباريات: أمل حمام سوسة نادي حون الأنف بإدارة الحكم ياسين الهماني، النادي القربي يستضيف سبورتنيك بن عروس بإدارة الحكم أمان الله الكوكي. واليوم أيضا تدور كل مباريات المجموعة الثانية: مستقبل الرجيش نادي محيط قرقنة بإدارة الحكم رضوان بالوعر، حمزة المسليني سيدير مباراة أولمبيك سيدي بوزيدة الترجي الجرجيسي، مستقبل جابس مكان المهدي بإدارة الحكم سمير العون، اللي جاسر جيرات سيدير مباراة الأمل الرياضي بالركبة الملعب الجبسي، أولمبيك مدنين سبورتينغ المكنين بإدارة الحكم فؤاد التوتي، الأمل الرياضي بجربة ميدون يستضيف نصر جلمة بإدارة الحكم حسن السلمي. وبقية مباريات المجموعة الأولى تدور يوم الغد الجمعة 14 جوان، مستقبل وادي الليل شبيبة العمران بإدارة الحكم وليد الهذلي، النجم الرادسي يستضيف الشبيبة القيروانية بإدارة الحكم أمير الوصيف، جندوبة الرياضية جمعية ريانا محمد علي بالليلي سيدير هذه المباراة.
مباراة والقلعة الرياضية المرجان الرياضي بطبرقة بإدارة الحكم أسامة بن إسحاق. طاقم التحكيم الذي يقود كحكم ساحة يسري بعلي وكذلك المساعدين أيمن إسماعيل وأحمد الذويوي، وعلى مستوى تقنية الفار هيثم جيرات طاقم التحكيم هذايا سيدير مباراة نادي الزاخو ونادي القوة الجوية العراقية يوم السبت 15 جوان في إطار التبادل المشترك بين الجامعة التونسية لكرة القدم والاتحاد العراقي لكرة القدم. من كرة القدم إلى كرة المضرب وبطولة نوتنغهام على الأراضي العشبية من فئة 250 نقطة، تونسية أنس جابر ثمن النهائي اليوم تخوض منافسات هذه البطولة، ستواجه المصنفة 139 عالميا التشيكية ليندا فوريتا. كما قلت المباراة ستنطلق تقريبا، تعرفوا التوقيت متاع المباريات مرهون بالمباريات اللي تسبق المباراة هذه والأحوال الجوية، تقريبا في حدود الساعة الثالثة ظهرا بتوقيت تونس. في المباريات الدولية الودية البارح مباراة ودية جمعت منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بالمنتخب البرازيلي انتهت بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين هدف مقابل هدف. نذكر وأنه الأنظار الكل باش تتوجه انطلاقا من يوم الغد الجمعة إلى بطولة أوروبا للأمم التي ستنطلق مبارياتها، ويعني اهتمام جماهيري كبير جدا. يكفي وأنه نذكر وأنه الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تلقى تقريبا أكثر من 100,000 طلب لحضور ومشاهدة تدريبات المنتخب الفرنسي، تدريبات المنتخب الفرنسي فقط، يعني فما بالك يعني على مستوى المباريات، يعني بطولة أوروبا للأمم تحظى بمتابعة ومشاهدة كبيرة جدا. هكا نوصلوا لنهاية فلاش سبور، أجمل تحياتي، إلى اللقاء.